كمان لسه مع اتحاد الكرة اللي أصدر قرار بتعيين كابتن محمد يوسف مساعد للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرف على منتخبات الشباب والناشئين، واحنا بنتوجه بالتهنئة للكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي وواحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر على منصبه الجديد، وبنتمنى له كل التوفيق. كابتن محمد يوسف واحد من الكفاءات الفنية وكمان المدربين المثقفين حقيقي يعني، وبيتطور بيطور نفسه طول الوقت وبيتعلم وبيشوف الجديد، وبخلاف انه معاه كمان لغة بشكل قوي. المسؤول عن المسؤولية على كابتن محمد يوسف وكابتن علاء نبيل مش سهلة، مش هتكون سهلة، بالعكس هيكون عليهم جانب كبير من المسؤولية في التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجان الفنية والإشراف على منتخبات الشباب والناشئين كخطة تطوير، يعني شيء مهم جدا. والمنصب ده كان عليه خلاف كبير جدا في اتحاد الكرة قبل بطولة أفريقيا، كنا هنا احنا متابعينه في 7 دي سبورت وكنا بنقول دايما ان لازم يكون موجود مدير فني للاتحاد وان ليه دور كبير جدا، وان ما ينفعش يبقى واحد قائم بمدير فني للاتحاد او بيشغل المنصب ده وهو ما عندوش خبرة كفاية. يعني دلوقتي في 2 عندهم خبرة كفاية جدا وكفاءات عالية جدا، نتمنى كل الدعم ليهم من كل الاتحاد ومن بره الاتحاد كمان من الجمهور، ونتمنى نشوف بقى تطوير مستمر للمدرب المصري وللمنتخبات المصرية، عشان احنا كمان دلوقتي في أجهزة فنية اتعلمت للمنتخبات برضو هنتابعها مع بعض الخبر اللي جاي معانا اهو، لكن هنتكلم هنعلق على الخبر ده لان فيه برضو مفاجآت.